السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنقدم في هذا الفيديو مشروع المؤسس المندمج ومشاريع تنزيل القانون الإطار على بركة الله. نشر الظاهر رقم 119113 صادر في 19 غشت سنة 2019 بتنفيذ القانون الإطار رقم 5117 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. حدد القانون الإطار المبادئ والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية. سيتيح القانون الإطار رقم 5117 ضمان استدامة الإصلاح وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية. هذا القانون وضع قواعد الإطار تعاقدي وطني ملزم لكافة المتدخلين. تضمن هذا القانون الإطار ديباجة وعشر أبواب موزعة على 59 مادة. لا ينبغي الاعتقاد أن مواد ومضامين هذا القانون الإطار هي جديدة ولم يسبق تناولها، بل بالعكس، إذ رغم أن المنظومة التربوية تعرف لأول مرة في تاريخها الاعتماد على قانون يؤطر كل إصلاحات جزئية بما فيها القوانين التنظيمية، فإن ما استقر من أفكار في هذه الوثيقة له تاريخ في إصلاح المنظومة، حيث نجد الكثير إن لم نقل غالبية المضمون سبق تناولها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999 والمخطط الاستعجالي سنة 2009 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وحتى تدابير ذات الأولوية التي حاولت خلق شروط تنزيل سليم لهذه الرؤية. وبالفعل فالقانون الإطاري يعترف بهذه الواقعة، إذ أن الهدف هو ترجمة تطبيقية لتوصية الرؤية الاستراتيجية التي أقرها جلالة الملك نصره الله، هو صياغة قانون إطار لتوجهات الرؤية لتصبح ملزمة وتخلق تعاقد وطنيا ملزما للجميع، أي تتجاوز التشتت وسوء التأويل لمستقبل المنظومة التربوية والتكوينية بالمغرب. مستويات منظومة التربية والتكوين، أي احترام حرية الإبداع والفكر، العمل على نشر المعرفة والعلوم، كذلك تحسين جودة التعلمات والتكوين وتطوير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين بكل الوسائل المتاحة. قد جاء في المادة 4 من القانون الإطار تستند منظومة التربية والبحث العلمي من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مادة 3 من هذا القانون الإطار إلى المبادئ والمرتكزات التالية: التوابد الدستوري للبلاد المتمثلة في الدين الإسلامي الحنيف كذلك والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة، التقييد بمبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ فرص في ولوج مختلف مكونات المنظومة، كذلك تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لفائدة الأسر المعوزة. هذا كل ما نص عليه قانون الإطار. نضيف أيضا التحسين المستمر لجودة التربية والتكوين لضمان نجاعة المنظومة وتحقيق أهدافها والمردودية المتوخاة منها. انكبت الوزارة على إعداد حافلة مشاريع متناسقة ومتكاملة محددة الأهداف والنتائج، وتستحضر الاختيارات الاستراتيجية والأهداف الأساسية لقانون الإطار، وتنتظم هذه الحافلة وفق 3 مجالات للإصلاح تشتمل على 18 مشروعا وذلك كالآتي: مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص ويضم 7 مشاريع، مجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين ويشتمل على 7 مشاريع، مجال الحكامة والتعبئة ويضم 4 مشاريع، المشروع العاشر متعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية. الهدف العام في هذا المشروع هو دعم وتنويع أنشطة الحياة المدرسية من أجل إرساء مدرسة مواطنة دامجة. الأهداف الخاصة: إرساء استقلالية المؤسسة التعليمية باعتماد مشروع المؤسسة، حفز التفتح واليقظة عند التلاميذ وتشجيعهم على إبراز مواهبهم، النهوض بالتربية على الصحة وتتبع البرامج الوطنية للوقاية بالوسط المدرسي، تعزيز قيم المواطنة والسلوك المدني والتنمية المستدامة. جاء في الباب الثاني المادة الثانية، هذه المادة تتعلق بتعريف مشروع المؤسسة باعتباره الأداة الأساسية لأجراء السياسة التربوية داخل المؤسسة التربوية. يقصد بالمصطلح التالي في مدلول هذا القانون الإطار نصوص تعريف ديالو: التنوب اللغوي، السلوك المدني، الإنصاف وتكافؤ الفرص، الجودة ومشروع المؤسسة. دونك حنا نعطيو تعريف مشروع المؤسسة: هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين والأداة الأساسية لإجراء السياسات التربوية داخل كل مؤسسات. نعرف مشروع المؤسسة. الإطار المنهجي: مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين. والأداة الأساسية لإجراء السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين ومتطلبات انفتاحها على محيط. بالنسبة للباب الثاني المادة 3، وهي مادة متعلقة بتحديد أهداف منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما تلك المتعلقة بإكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة التي تمكنه من الانفتاح والاندماج في الحياة العامة، مثل الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تعميم التعليم ذي جودة وفرض إلزامياته إلى غير ذلك، تزويد المجتمع بالكفاءة والنخب من العلماء، التشجيع والتحفيز على قيم النبوغ والتمييز والابتكار في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. بالنسبة للباب الثاني المادة 4، هي تتعلق بتحديد مبادئ ومرتكزات القانون الإطار، ومن بينها تلك المتعلقة بترسيخ القيم ومبادئ حقوق الإنسان
الإنسان كما هو نص عليه في الدستور والاتفاقيات الدولية. كذلك مادة 5 متعلقة بتحديد وظائف المنظومة التربوية بمختلف مستوياتها، ومن بينها تلك المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية والتربية على القيم والمواطنة والانفتاح والتواصل والسلوك المدني. بالنسبة للمادة رقم 18 متعلقة بوضع برامج ومشاريع تربوية وتعليمية وتكوينية مشتركة بصفة تعاقدية لتمكين المتعلم من اكتساب معارف ومهارات اللازمة وترصيدها. مادة 18 تقوم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على أساس قاعدة إقامة الجسور والممرات بين مكوناتها ومستوياتها من ناحية، وبينها وبين المحيط الاقتصادي الاجتماعي والمهني والعلمي والتقني والثقافي من جهة أخرى، وذلك استنادا للمبادئ والآلية التالية: وضع برامج ومشاريع تربوية وتعليمية وتكوينية، ضمان حركية المتعلم في المسارات التعليمية والتكوينية والمهنية المتاحة، إحداث شبكة للتربية والتعليم والتكوين على الصعيد المحلي والجهوي للربط بين مكونات المنظومة ومستوياتها، جعل المنظومة دائما انفتاح وتلاؤم مع محيطها الخارجي. اسمها المادة 20 من الباب الرابع، ومادة متعلقة بالتدابير اللازمة لبلوغ تعميم التعليم. من أجل تعميم التعليم الإلزامي بالنسبة لجميع الأطفال البالغين سن التمرد، تعين على الدولة خلال أجل لا يتعدى 6 سنوات تعبئة جميع الوسائل اللازمة لاتخاذ جميع التدابير الملائمة لبلوغ هذا الهدف طبقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون الإطار، ولا سيما منها التدابير التالية: تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمرد المتعلمين إلى نهاية التعليم الإلزامي، تعميم تمرد الفتيات في البوادي، وضع نظام خاص لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية على ممارسة مهامها بالأوساط القروية والمناطق ذات الخصائص إلى غير ذلك. بالنسبة للمادة 22 من الباب الرابع، مادة متعلقة بإقامة وتطوير وحدات الدعم النفسي وخلايا الإنصات. قد نصت هذه المادة على العمل على إقامة وتطوير وحدات للدعم النفسي وخلايا الوساطة. عملت هذه المادة على إقامة وتطوير وحدات للدعم النفسي وخلايا الوساطة، تشرف عليها أطر متخصصة بمؤسسة التربية والتعليم والتكوين بشراكة مع مختلف الفاعلين وشركاء المنظومة، وتعميمها على الصعيد الوطني خلال أجل لا يتعدى 3 سنوات. بالنسبة للمادة 36، مادة متعلقة بمسؤولية كافة المستثمرين في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 3. مادة 40 متعلقة باعتماد مشروع المؤسسة أساسا للتنمية المستمرة والتدبير الناجع لمؤسسة التربية والتكوين والبحث العلمي. نعني بذلك إرساء استقلالية مؤسسة التربية والتكوين والبحث العلمي باعتماد مشروع المؤسسة أساسا لتنميتها المستمرة وتدبيرها الناجع. بالنسبة للمشروع رقم 10 والمشروع المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية، لاحظوا هنا مجموعة من الأبواب والمواد. مادة 2 مثلا، مادة متعلقة بتعريف مشروع المؤسسة باعتباره الأداة الأساسية لإجراء السياسة التربوية داخل مؤسسة التربية والتكوين. مادة 40 ما يتعلق بإرساء استقلالية مؤسسة التربية والتكوين. مادة 3 مادة متعلقة بتحديد أهداف منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. مادة 5 مادة متعلقة بتحديد وظائف منظومة التربية والتكوين بمختلف مستوياتها، ومن بينها تلك المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية والتربية على القيم والتربية على قيم المواطنة والانفتاح والتواصل والسلوك المدني إلى غير ذلك. قانون الإطار والتدبير المشروع. عرف القانون الإطار في مادته 2 أن مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء باعتبارها الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العملية التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأهداف الأساسية لإجراء السياسة التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصيتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها. قد نصت المادة 40 من قانون الإطار أن استقلالية المؤسسة لا تتأتى إلا باعتماد مشروع المؤسسة أساسا لتنميتها المستمرة وتدبيرها الناجع. اعتبر القانون الإطار مشروع المؤسسة الآلية الضامنة لاستقلال المؤسسة التعليمية وتجويد حكمتها، وأرسى تعميم العمل بمشروع انطلاقي من طابعه المؤسسي الملزم، محدد مفهومه على النحو المشار إليه في الفقرات المخصصة للإطار المفاهيمي. من هذا الدليل قد جعل قانون الإطار مشروع المؤسسة آلية لتحقيق جودة الخدمات والتعلمات في المؤسسة التعليمية عبر تمكين المتعلم من تحقيق كامل إمكاناته عبر أفضل تملك كفايات معرفية والتواصلية والعملية والعاطفية والوجدانية والإبداعية. قد نص قانون الإطار كذلك على التشجيع والتحفيز على قيم النبوغ والتميز والابتكار من خلال تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين وصقل الحس النقدي لديهم وتفعيل الذكاء وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والابتكار وتمكينهم من الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل. المادة 3 من الباب الثاني، مبادئ منظومة التربية والتكوين البحث العلمي وأهدافها ووظائفها. هناك ترابط بين قانون الإطار ومشروع المؤسسة. لاحظوا أن هنا مشروع رقم 1 الارتقاء بالتعليم الأولي والتسريع وتيرة التعميمي. في المؤسسات اللي عندهم التعليم الأولي في مشروع المؤسسة يحطوا هذا المشروع. مشروع رقم 2 تطوير وتنويع العرض المدرسي وتحقيق الإلزامية. كذلك مشروع رقم 3 تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي. مشروع رقم 4 تمكين الأطفال في ذات إعاقة وضعية خاصة من التمدرس، تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير نظامية. أي أن مشروع جميع التلاميذ أو جميع المستدخلين كيلقاو راسهم في مشروع المؤسسة. نشوفوا بوضوح أن هذه المشاريع تتقاطع مع هذه المشاريع ينبغي مراعاتها وفق ما يلائم كل سلك تعليمي. هناك نقاط تقاطع الملونة بالأزرق، هذه النقطة تشير إلى الترابط بين المشاريع والرافعات. هنا أرى 4 رافعات ديال مشروع المؤسسة المندمج. هذه المشاريع مثلا مشروع رقم
رقم واحد، يلتقي مع الرافعه الاولى يرتقى بالتعلمات واذا ما اجتكمش معلم اتصال، ومع الرافعه الثانيه والثالثه والرابعه. مثلا مشروع رقم 17 تعزيز تعبئه الفاعلين والشركاء حول المدرسه المغربيه، كيلتقي مع الرافعه الثانيه والرافعه الرابعه اللي هي التدبير والشراكه والارتقاء بالحياه المدرسيه الى غير ذلك. هنا كنشوفوا ان مشروع المؤسسه هو هذا بالنسبه للغايات والمرامي، الجذور ديالو هي المرجعيات والمنهج الدراسي. بالنسبه للموارد تكون موارد بشريه ماليه ماديه. بالنسبه لمجالات الحياه المدرسيه هي الصحه، الامن الانساني، البيئه، المواطنه. بالنسبه للطرقات الطرق والمقاربات تكون عن طريق تخليد الايام الوطنيه والعالميه، تثقيف بالنظير، ملتقيات والندوات، المهارات الحياتيه، الخرجات الدراسيه والانشطه التربويه. بالنسبه للمتدخلون يكون الشركاء، الطاقم الاداري والتربوي، التلاميذ. بالنسبه لاليات الاشتغال كيكون عبر برنامج طفل، خرائط استماع، مهرجانات ومسابقات، تخليد الايام، انديه تربويه ومجالس. نتمنى يكون هذا العرض هذا يفيدكم، يعني عرض قيم ديروا اطلال عليه.